ينبغي على كل عبد مؤمن في كل يوم يدرك صباحه أن يجعل في أولى أولوياته وأعظم أهدافه في يومه تحصيل العمل الصالح، فإن العمل الصالح في كل يوم من أيام المسلم يعد من أعظم أهدافه وأجل مبتغياته. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا صلى الصبح بعد أن يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. وهذه الثلاثة التي جمعت في هذا الحديث هي أهداف المسلم في يومه.